في هذه الكنيسة في قلب مانهاتن، وقبل بضعة أيام من هذا الشهر أحيت الأمم المتحدة ذكرى مرور 6 أشهر على وقوع زلزال هايتي الذي وصفه الرئيس الأمريكي السابق بيل كلينتون بأنه أكبر مأساة إنسانية في النصف الغربي من كرتنا الأرضية. في هذه الذكرى تستعرض معكم العربية من خلال برنامج مهمة خاصة كيف تضررت جاليتنا العربية في هايتي بالزلزال وكيف هب العرب لتقديم المساعدة. فصاحبوني أنا طلال الحاج في رحلة قمنا بها بعد وقوع الزلزال مباشرة إلى البلد المنكوب. رحلتنا إلى هايتي بدأت من نيويورك وعلى متن طائرة خاصة للأمين العام بان كي مون الذي دعا 17 مؤسسة إعلامية للانضمام إليه، وذلك للقيام بزيارة يوم واحد إلى بورتو برينس لتفقد الأوضاع المزرية هناك بعد الزلزال. شكراً. العربية كانت الفريق الإعلامي العربي الوحيد الذي دعي ضمن هذا الوفد الصحفي الدولي. I'm going there with a very heavy heart. This is one of the most serious humanitarian crises in decades. The damage, the destruction, loss of life are just overwhelming. Therefore, we need unprecedented international support to the Haitian people. أذهلتنا للوهلة الأولى بعد وصولنا مناظر المعاناة والفقر والجوع والتشرد، وكذلك رائحة الموت بسبب الجثث المدفونة تحت الأنقاض. فوفقا للأرقام الرسمية دمر الزلزال أكثر من 250,000 منزل و30,000 مركز تجاري وحتى قصر الرئاسة في عاصمته. رأينا ما تبقى من قصر الرئاسة، وهذا هو ما تبقى من مجلسهم التشريعي البرلمان. ولكن الأهم من كل هذه الخسائر المادية هو مقتل 230,000 مواطن وجرح 300,000 وتشريد ما يقرب من 1,000,000. أينما وجدوا فسحة من الأرض نصبوا ما تيسر لحماية أطفالهم، وذلك خوفا من الرجوع إلى منازلهم المهددة بالسقوط. أما العرب فقد كان لهم نصيبهم من مآسي هذا الزلزال. فالتونسي الهادي عنابي الذي ترأس بعثة جلب الاستقرار التابعة للأمم المتحدة في هايتي والتي تعرف باسم مينوستا توفاه الله ونائبه البرازيلي بعد انهيار المقر الرئيسي للبعثة الدولية. الأمم المتحدة فقدت 101 من موظفيها في هذه الفاجعة التي تعتبر الآن أكبر خسارة إنسانية في تاريخ المنظمة الدولية. سفير تونس لدى الأمم المتحدة رافقنا رحلتنا من نيويورك، وذلك لمصاحبة جثمان الفقيد الهادي عنابي إلى وطنه الأم. كتونسي كسفير تونس، تونس خسرت واحد من أبنائها الذين معناها أعطوا حياتهم، شكل حياتهم، كل حياتهم معناها في الأمم المتحدة، والآن ضحوا بحياتهم لأجل السلم والسلم في العالم. وبعد جنازة الفقيد الهادي عنابي غادر الأمين العام وفي رفقته جميع صحفي وفده باستثناء فريق قناة العربية الذي اختار البقاء لكي يوثق تداعيات الزلازل على قوات حفظ السلام العربية هنا وعلى المهاجرين العرب. لا يتحكم الإنسان في قدره، فالرجل